هل يجوز الاستعانة بالجن لعلاج المسحور؟ لا يجوز الاستعانة بالغائبين من الجن والأموات وغيرهم، لا يجوز الاستعانة بالغائبين، وشفاء الأمراض هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أحد أن يشفي المريض لا جني ولا إنسي. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفي، ويكون هذا بالدعاء والرقية الشرعية، ويكون هذا بالأدوية المباحة والعمليات الجراحية. أما الأمور المحرمة لا يجوز التداوي بها. نعم.